اليوم درس يقدمه الجزائريين الذين يريدون ان يقمعوه، الذين ان يمنعوه من دخول عاصمتهم. الجزائريين يحبون التحدي، انهم يتحدون هذه السياسات العرقاء التي تمنعهم من دخول عاصمتهم، والتي تمنعهم من التعبير عن ارائهم السياسيه السلميه. الجزائريين خرجوا بقوه اليوم، خرجوا بقوة للمطالبة بنفس مطالبهم القديمة، اللي هي القطيعة الجدية مع النظام السياسي والقيام ببناء الجمهورية الثانية. نحن أمام حضور شعبي كبير جدا جاء من العاصمة خاصة لتحدي هذه السياسات العرجاء.